اهلا بحضراتكم. الواقعه اللي هحكيها لحضراتكم النهارده لو يمكن شفتوها في فيلم سينمائي مصري هتفتكروها مبالغه ممجوجه او افوره من كاتب السيناريو، لكن لانها لو كنتم متابعين واقع جمهوريه فشلوا العربيه المتحده على حد التعبير الساخر هتصدقوها، لانها بتندرج تحت بند العادي بتاعنا اللي بيحصل عندنا طول الوقت. في يوم 20 ابريل 2011 وبتأثير قوة الدفع اللي احدثتها ثورة يناير في ايامها الاولى وشجعت بعض المسؤولين على ان هم يفتحوا ملفات مقفولة منذ عقود في عهد مبارك لاسباب غامضة، قرر مسؤولي وزارة الثقافة ان هم يعيدوا افتتاح متحف الحضارة المصرية بعد 57 سنة على اغلاقه. المتحف اصلا كان افتتح سنة 1949 بعد عدة سنوات من عرض محمد طاهر رئيس الجمعية الزراعية الملكية فكرته على الملك فاروق انه عايز يعمل متحف يوثق مراحل الحضارة المصرية من فجر التاريخ حتى عصر فاروق الاول اللي بعد كده اصبح فاروق الاخير او لحد دلوقتي. ومع ذلك استمر عمل المتحف اللي كان بيضم مئات اللوحات اللي رسمها اشهر الرسامين في مصر والعالم لفاروق، وانضمت اليه في نهاية عام 53 كعادتنا اللي ربنا ما يقطع لنا عادة لوحة لمحمد نجيب وهو مجتمع بالضباط الأحرار، وأخرى وهو بيحيي الشعب من سيارة مكشوفة. وبعد ما أطاح عبد الناصر بنجيب في سنة 54 طبعا أغلق يعني المتحف، أغلقت أبوابه بشكل مؤقت، لكن إيه مؤقت لمدة نصف قرن، واختفت منه عبر السنين عدة لوحات ومقتنيات. طبعا الناس فكرت أن الحاجات دي اتسلكت لبرة زي مجوهرات أسرة محمد علي. لما لفت السنين دي كلها وأعيد الافتتاح بعد ثورة يناير وابتدى ترميم بعض المحتويات اللي كانت المياه الجوفية أضرت بيها وضربتها، ففريق الترميم وهو بيخلي بعض الجدران من بانورامات مجسمة كانت مثبتة فيها اكتشفوا بشكل يعني درامي رهيب كان في بانوراما بتجسم مجرى نهر النيل، فلما شالوها عشان تترمم لقوا وراها باب سري بيودي إلى سرداب بعمق 8 متر جوه الحيطة، ولقى المسؤولين فيه خبيئة كنز حقيقي بتحتوي على أكثر من 200 قطعة فنية ما بين لوحة زيتية من أعمال رواد الفن المهمين في مصر وبعض الأسماء المهمة عالميا يعني يمكن من أسماء أقل شوية، وسكتشات فنية ورسومات هندسية ومعمارية نادرة وخرائط نادرة للقطر المصري وتخطيط مدينة الإسكندرية القديمة، كلها أعمال تساوي ملايين. فتم ترميم هذه الأعمال وعرضت للجمهور. وطبعا بعد ما استقال الدكتور أشرف رضا رئيس قطاع الفنون التشكيلية بعد ذلك الاكتشاف، تم إعادة الخبيئة إلى المخازن لتواجه مصيرها المجهول من جديد زيها زي غيرها، وربنا يحميها ويحرسها، ولا نملك إلا الدعاء وقراءة الفاتحة والدعاء المخلص. يعني الواقعة دي بيحكيها في كتابه المهم سرقات مشروعة، حكايات عن سرقة أثار مصر وتهريبها ومحاولات استردادها، واللي أصدرته الدار المصرية اللبنانية وكتبه القاضي والأديب الروائي أشرف العشماوي، المستشار أشرف العشماوي، نقلا عن دكتور أشرف رضا وعن دكتور صبحي الشاروني الناقد البارز في الفنون التشكيلية، واللي قالوا له أن سر ذلك السرداب بيرجع إلى تعرض الدكتور حسين يوسف فوزي مدير المتحف وأستاذ الفنون الجميلة لضغوط شديدة من ضباط يوليو عشان يتخلص من لوحات فاروق ونجيب بعد ما أطاحوا بنجيب. فالراجل المحترم عمل إيه؟ ما رضيش أنه يتلف هذه الثروة الفنية، لأنه راجل عاقل وعارف أنه ما فيش شعوب بتعمل كده وتسيب الحكم للناس، وقام حافر السرداب في سنة 54 وحط الخبيئة الثمينة دي خلف مجسم لمجرى النيل ليخفيها عن أيدي الراغبين في تدمير التراث بدعوة تنقية التاريخ، واللي هم دخلوا برضو على الأفلام وأي صورة للملك قاموا مشخبطينها، أي صوت فيه شالوا أغاني من قلب الأفلام، شالوا استعراضات بشكل مشين ومزري يعني. وبعد ما حصل ده صمت الرجل ومن عاونوه، دي حالة فريدة انه ناس في مصر يكتموا سر طول هذه السنين حتى توفاهم الله. ويمكن لولا قرار افتتاح المتحف وترميم مقتنياته كانت الخبيئة ما كانش حد عرف بيها، وكانت المياه الجوفية كملت القضاء عليها للأبد. المهم في الكتاب انه أشرف العشماوي مشكورا بيوثق لتجربته القضائية في مجال استرداد الآثار المصرية اللي تم نهبها اما بالسرقة والتهريب أو بالاتفاق الحكومي
أو بالإهداء الرئاسي غير المشروعين، وبيحكي ده بشكل يعني من خلال الوثائق والمستندات، لا يدعي علما بشيء وإنما بيحكي اللي موجود في الورق اللي من خلال عمله يعني. وبيورد المستشار العشماوي وقائع سرقة أو سرقات بمعنى أصح المجوهرات الملكية اللي صدرتها ثورة يوليو على أيدي المسؤولين عن عمليات الجرد والتخزين. خلي بالكم اللي بيتكلم راجل مسؤول وبيحكي من الورق والدفاتر، مش بيكتب رواية زي ما اتكلمنا مرة عن إحدى الروايات اللي تحدثت عن هذا الموضوع. والمجوهرات دي عاشت رحلة مأساوية استمرت 56 سنة، فضل أغلبها داخل صناديق سيئة التهوية بدائية الصنع، وامتدت إليها يد العبث والتبديل، ويحطوا حاجات مقلدة مكان الأصلية، ويخرج بعضها من الصناديق يركب الطيارة على صالات المزادات في بلاد تركب الأفيال وغيره، ثم إلى قاعات المتاحف وقصور أغنياء العالم. ودول طبعا كانوا أحسن حظا من اللي اختفوا في المجهول أو من اللي تلف ولم يعرف له مصير، مع أنه كان من المفترض أنه يتم عرضها منذ البداية في متحف وطني بدلا من بقائها في بدروم أسفل البنك الأهلي بوسط القاهرة، ولو حتى يا سيدي عشان تبرأ نفسك من التهم اللي أنت أكيد بتسمعها. وبعدين اتجردت في سنة 55 كل الثروة دي في محضر من ورقة واحدة حمل عبارة وحيدة تقول: العدد مطابق للحكم بالمصادرة والعهدة سليمة. كأنك عارف بتجرد شيء تافه يعني. لكن برغم هذه العبارة في كل مرة كانت بتظهر قطع من تلك العهدة في صالات المزادات الدولية، ما كانش حد بيسأل من المسؤولين في عصر بقى الدولة القوية المسيطرة اللي كانت بتمسك الناس لو قالوا كلمة في قعدة زي ما اتكلمنا قبل كده، ولا يسأل عن مصيرها ولا عن مصير باقي العهدة. وتم تسليم صناديق العهدة في سنة 1962 إلى وزارة الثقافة لاستخدامها في الأغراض المتحفية. طب ليه ما تحطتش في متحف؟ على حد تعبير العشماوي بيقول لك تستمر أعمال الجرد والتجريد، هو تعبير الحقيقة شديد الذكاء لأنه تجريد بالمعنى الحقيقي، حتى عام 1971 تثبت تحقيقات النيابة وقتها اختلاس 37 حجر كريم من الصينية المهداة من الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس، وتنتهي القضية إلى الحفظ لعدم معرفة الفاعل. طب ده بالنسبة للأحجار الكريمة، طب الحاجات اللي فاتت محدش حقق فيها، وأصلا اللي اتحقق فيه محدش قال مين اللي عمله، ولم توجه أصابع الاتهام إلى أحد، وأترك طبعا الاستنتاج لفطنة حضرتك. خلال السنين التالية استمرت مهازل لجان الجرد والتجريد، واستمر نزيف تلك العهدة اللي مفروض يعني ثمينة لكنها منكوبة. وضبط سنة 1975 سوار مرصع بالأحجار الكريمة من مجوهرات أسرة محمد علي أثناء عرضه للبيع بالولايات المتحدة، وأسفرت التحقيقات عن عبث أحد رؤساء اللجان وبعض أعضائها بكشوف الجرد، وكلهم أسماءهم موجودة مش أسماء سرية، حيث بدلوا فيها واختلسوا من المجوهرات اللي قدرهم عليه ربنا بعد ما أجرى رئيس اللجنة البارع الحقيقة اللي يستحق يعني أنه يتحط بطل لفيلم سينمائي تعديلات بخط إيده على الأصل بتاع الكشف اللي فيه أوصاف المجوهرات عشان يسهل تبديلها بأخرى مقلدة، فحتى لو جه حد يحقق ما يعرفش الفرق. وأثبتت التحقيقات أن في اختلاس لعدد 71 مجموعة كبيرة من مجموعات المجوهرات الملكية، 71 مجموعة مش قطعة، فرق كبير. طبعا خلال فترة التحقيقات الطويلة اللي قعدت سنين لأنها مش قضية سياسية فالموضوع بيطول قوي، توفي كل المتهمين في القضية عبر السنين، وقالت تحريات الشرطة أنه ثروتهم لم تتضخم ولم تظهر مظاهر الثراء على ورثتهم. فيلم يعني مسلسل درامي من أبرع ما يمكن، لتصدر النيابة العامة قرارها في سنة 2007 بحفظ القضايا والبلاغات المرتبطة بها نهائيا لوفاة جميع المتهمين. الفلوس دي راحت فين؟ مين اللي باعها؟ مين اللي بريء؟ مين اللي متواطئ؟ لا أحد يعلم، ويبدو أنه لن يعلم أحد. بعد كده لعب المستشار العشماوي وزملاؤه دور مشرف في حفظ ما تبقى في صناديق العهدة من الضياع يستحق التحية عليه طبعا، بالاستناد إلى نص قرار رئاسي صدر أيام مبارك خصص عقارا بمنطقة زيزينيا بالإسكندرية ليكون متحفا قوميا لمجوهرات أسرة محمد علي، ويتم تشكيل لجنة من الجهات المختصة
روعية ألا يكبل عملها بالتعقيدات الإدارية. وبالمناسبة دي نقطة مهمة يوريك أنه قد إيه دولاب الدولة المصرية الشائخة والمتعفنة، لما بيجي حد عنده ضمير فيها بيقدر يعمل فرق. وأنهت اللجنة عملها في أسرع وقت لتتحرك في منتصف شهر يونيو 2009 10 سيارات مصفحة بتحمل حوالي 45 صندوق كبير و8 صناديق متوسطة بها ما تبقى من مجوهرات أسرة محمد علي، بعد ما اكتشف العشماوي وزملائه أشرف العشماوي وزملائه خلال الجرد أن من سرقوا بعض محتويات الصناديق توجهت أعينهم إلى ما يلمع من الذهب فقط، وتركوا لحسن الحظ محتويات شديدة الأهمية في قيمتها التاريخية وجمالها الفني، هم ركزوا على ما خف حمله وغلى ثمنه. يعني إلى جوار ما رصدوا أشرف العشماوي مشكورا من سرقات مشروعة تمت بالتراضي بين بعثات كشف الآثار والحكومات المصرية المتعاقبة، بيوثق المستشار العشماوي أهم سرقات المتحف المصري خلال العقود الماضية. أنا كان نفسي يبقى في وقت أقعد أحكي لكم على يمكن في حلقة قادمة على هذه السرقات، واللي كان من أبرزها اكتشاف عالم آثار سوفيتي في عام 59 في عز الدولة الأمنية ما هي مطلعة عين البلد كلها، اختفاء عصا من مجموعة الملك توت عنخ آمون كان محفورا عليها بالمصرية القديمة عبارة من يحمل هذه العصا تحل عليه بركة آمون. والحقيقة أنها حلت بالفعل على لاطش العصا أو سارقها اللي حلت عليه بركة آمون، فمحدش قفشه من ساعتها. وبعد ما تم جرد المتحف بالكامل وقتها تحت تأثير الفضيحة، ظهر أنه في أكثر من 300 قطعة أثرية كانت مسجلة فقدت إلى الأبد حتى هذه اللحظة. والأنكى والألعن من كل ده أنه عثر على حلقة بتضم مجموعة مفاتيح لعدد من الفترينات والخزائن كانت مرمية في ممر جانبي بالمتحف من غير ما ينتبه إليها أحد لحسن الحظ، ولو حد كان خد باله كان سرق كل اللي فيها. بعدها تمت سرقة المتحف المصري، عشان بس الناس اللي تقول لك أيام زمان الحلوة وفين أيام الدولة وكل البطيخ ده، في أعوام 79 كلمنا عن الخمسينات والستينات، أعوام 79 87 و93 و97. الأفكس من ده أن السرقات دي كلها بنفس الطريقة، طريقة واحدة هي مغافلة السارق للحراس، بيقطع تذكرة ويغافل الحرس ويوم يستخبى جوه تابوت بعد ما يسرق ما خف حمله، ويخرج في اليوم التالي عادي بعد فتح أبواب المتحف مصحوبا بسلامة الله وبركة الأجداد اللي الحقيقة كانوا بيوقعوا عقوبات قاسية على سارق الآثار، كانت زي ما بيقول لنا العشماوي تصل إلى الإعدام والخوزقة وجدع الأنف قبل أن يتبدل حال الدنيا ويصير حاميها حراميها، ويصبح الأمل الوحيد لكل عشاق وحماة الآثار هو بس إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراث الأجداد. الحقيقة كتاب مهم جدا وممتع وفيه تفاصيل كثيرة ومؤلم جدا، لأنه بيفتح عينك زي ما بيفتح عينك على كم الفساد، كمان بيصيبك بالكمد والأسى على مكان ممكن أن احنا نلحقه، وبيفتح التساؤلات حوالين ما يحدث الآن في المتاحف من فكرة أنه يقولك مش عايزين نركب كاميرات، وطبعا نسيوا كل اللي حصل وافتكروا السرقات اللي حصلت أيام الثورة وكأن الآثار دايما كانت محمية. وطبعا اللي بيتابع المهتمين بالآثار على وسائل التواصل الاجتماعي زي مدونة البصارة أو زي مثلا مونيكا حنا وغيرهم من الناس اللي بتكتب وبشكل يومي، هيلاقي المخازي والمهازل لازالت مستمرة حتى الآن. وده اللي بيتكلم عنه المستشار أشرف العشماوي هو السرقات المشروعة، فما بالك بقى بالسرقات غير المشروعة وما خفي كان أعظم. فاصل قصير ونكمل فقرات هذه الحلقة من عصير الكتب، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم. شرف عائلتكم لن يدنس بزواج ابنكم من مغتصبة يطلقها أو يعتقها وتخرج من حياته إلى الأبد وتبقى ذكرياتها نزوة تتداول في المجالس يستعرض فيها فحولته، وتصبح هي الشيطانة التي قامت بإغوائه، ويبقى ملفها مفتوحا تتوارثه عائلتها. كل من جفاه النوم سيجلس في ركن معتم وبقلمه الأسود يسطر حكاية أو أنها تداري فضيحتها وتتستر على فعلته. حينها لن يفتح لها ملف ولن يواجه ابنك هذا المصير، وستسكت صدقات جارية وخز ضميري، ولكنه وقع في يد من لا يعترف بالنوايا ولا أن الحسنات يذهبن السيئات.
سيئاته سيحاسبها عليها قانون وضعي يحدد أدق تفاصيل حياته ويعد عليه حتى أنفاسه. لا يعترف بعذرية الأنثى وهو ليس بالرقيب على كم سرير تقلبت. دوره لا يبدأ عندما تتبادل القبل مع عشاقها على قارعة الطريق، بل يبدأ عندما تنتهك حقوقها وتغتصب إرادتها. حياة مالك ورائد في أمريكا لم تخلصهما من عقلية البدوي بداخلهما، ولم يعرفا أن مجتمع العم سام لا يقيم الفاحشة بمعاييرهما، وأن كفتي ميزان محرماته ومباحاته ليس فيها لبس خليع. لا أدري كيف اختل توازنه. هذا المقتطف من رواية سندس للروائية الأستاذة رولا صبيح الصادرة عن الدار العربية للعلوم. زي ما شفتوا حضرتكم من المقتطف ان هو بيتكلم حوالين ثنائية الشرف والفضيلة ما بين المجتمع العربي والعربي حين يسافر ويعبر المحيط الأطلسي أو الهادي ويحمل معه موروثه ويتناقل طريقة تعامل المرأة عبر الأجيال من الجيل الأول إلى الثاني وأحيانا إلى الثالث ثم إلى الرابع، لأنه لا يوجد علاج لجذر المشكلة أو جوهرها. النهاردة بتشرفنا الروائية الأردنية رولا صبيح. أهلا بك يا أستاذ. أهلا شرفتينا. دي روايتك الأولى، لكن برضو هنناقش رواية ثانية تصدر قريبا برضو فيها الكثير ما يمكن مناقشته، اسمها حياة بعد الموت. والحقيقة لما دورت في المواقع بعد ما قريت الرواية، ففي بعض المواقع بتكتب الروائية الأردنية وفي بعض بيكتب الروائية السورية وأحيانا الروائية الفلسطينية. طبعا العلاقات التاريخية بين الأردن وفلسطين غنية عن التعبير، ولكن أنت أيضا مقيمة في أمريكا من 16 سنة. فعايزين نتكلم عن التكوينة دي نفسها، فلسطين الأردن سوريا أمريكا، كتعارف مع المشاهد. شكرا لك ولاستقبالي معك اليوم. الكاتبة السورية، لأنه الرواية بتبدأ من دمشق، فتوقعوا كلهم أنه أنا كاتبة سورية، يمكن دخلت في تفاصيل دمشق، دخلت في وصف مدينة دمشق. مدينة دمشق هي المدينة طبعا هي العشق الأول أنا بعتبرها. هلأ أنا والدتي سورية فلسطينية الأصل، جذوري فلسطينية، وكانت لجأنا إلى الأردن من الفلوجة. من الفلوجة، كثير ناس بيعرفوش الفلوجة، بس اللي عندنا فيها الجيش المصري وعبد الناصر. وعشنا بالأردن طبعا يعني تقريبا معظم حياتي لأجيت هون على أمريكا. فكل طبعا كل هاي الأماكن إلها تأثير وبتكون شخصيتي، يعني كلها إلها طبعا تأثير وتاركة أثر في شخصيتي. سوريا لأنه درست فيها. والدتك سورية وزوجك سوري. زوجي سوري. ودرستي المرحلة الجامعية. المرحلة الجامعية درست في جامعة دمشق. فدي طبعا مرحلة التكوين اللي بتبقى يعني. مرحلة التكوين مرحلة كانت حلوة لسه، كانت يمكن إحنا الجيل اللي أنا لحقت شوي للثقافة، لحقت لسه اهتمام الناس بالأدب، لحقت شوي الناس اللي عندها فكر القومي العربي إنه العروبة أولا. اللي ضل طبعا هذا لسه راسخ في راسي لهلا، غير انه من والدي طبعا، بس كمان في سوريا كان لسه هذا الشيء موجود. فكانت عندي فرصه كبيره، يعني انا بدايه التسعينات كنت في سوريا، فلحقت الندوات الثقافيه، لحقت حتى مثلا كثير كان في حفلات موسيقيه للفلسطينيه، دبكات، كانت لسه كل المنظمات الفلسطينيه اليساريه كانت موجوده في سوريا. صحيح. فكنت كثير اروح على المخيم اليرموك. صحيح. فهذا طبعا كثير اثر. والنازحين من العراق مثلا، من البعث العراقي بيروحوا لسوريا، ففي غنى برضه في التقيت مثلا مع الله يرحمه مظفر النواب، يعني الشاعر الكبير طبعا. وكان يعني كثير اوقات لما بيكون رايق كان يقبل يقعد معنا ونسمعه ويحكي معنا ويتناقش معنا. فكانت حلوة فترة سوريا، يعني كنت محظوظة فيها. لكن في الفترة دي ما جربتيش انك تبدأي بكتابة الأدب؟ لا. لا، كنت أكتب مقالات، كنت طبعا أقرأ كثير، يعني كانت. ودراستك كانت إيه في الاقتصاد؟ اقتصاد، فبالتالي مجال بعيد عن الأدب. أنا حاولت أدرس علوم سياسية ووالدي رفض بشدة، كان أكثر شيء والدي، لأنه هو كان اشتغل بالسياسة، كان أكثر شرط عنده في حياته أني أنا ما أشتغل سياسة. عشان هو اشتغل في السياسة، وشاف اللي هو يعني والصراع اللي بين البعث العراقي والبعث السوري. فده كانت مسألة قاسية على العروبيين في الوقت ده، يعني قاسية. بعدين حس انه يعني كانت يمكن بعد الاجتياح لإسرائيل لبنان، وطلعت المقاومة لما طلعوا من لبنان، الناس حسوا انه الامور كفلسطيني انت، او اذا عندك انت بدك تقاوم صارت فرصك اضعف.
تمام. صار كله إعلام أكثر. سؤال الهوية ده اللي احنا دايما بنسأله حتى للمسافر جنبنا في القطر أو في الطيارة، أنت منين ورايح فين، بيزيد تعقيده لما بيبقى عندك أولاد والأولاد بينشأوا في مجتمع زي في مجتمع أمريكا. طيب لما جم عندك ولاد؟ عندي ولد وبنات. ولد وبنات. طيب ولدوا هون. ولدوا هون كمان فبقوا مواطنين أمريكا. طيب إيه بقى التعقيدة زادت إزاي؟ التعقيد إنه الولاد أكيد البيئة اللي هم تربوا فيها يعني هم أمريكان، فقديش أنت بدك ترسخ فيهم الثقافة العربية والثقافة العربية الصح، الثقافة العربية بدون تعصب. فالمشكلة إنه إحنا لما بنجي نعلم أولادنا بنعلمهم إحنا كعرب أحسن، إحنا كعرب ديننا أحسن، هذا الحكي أنت بتعمل بتخربطه للطفل. إحنا عرب عندنا ثقافة معينة، فأنا ممكن أقدر أقنعه بثقافتنا قديش بتأثر في شخصيتك وبتربيها أحسن. يعني منها أكثر إشي قديش إحنا بنحافظ على الأسرة، يعني إحنا ما بننفصل كعائلة يعني بيقرروا ياخدوا الطلاق إلا لأمور كبيرة، مش لسبب إني أنا مثلا زهقت أو إني أنا مش قادرة أكمل. هذا بالنسبة لنا قرار كتير كتير كعرب في حياتنا صعب. هو يعني دلوقتي خفت شوية بس يعني دلوقتي نسبة الطلاق في المدن زادت للأسف. زادت. بس يعني أنت بتكلمي على الأصل قصدي المفروض. فهذا يعني أنت الأشياء اللي ممكن تقدر تقنع الأولاد، حتى أنا بدك تحكي معهم في أي شيء بالثقافة بده يكون إقناع، لأنه إذا ما أقنعت الطفل الولد لما يوصل لسن المراهقة بيصير بيعمل عكس اللي أنت بدك إياه. صحيح. أنا وأنت بتشوفي ده من خلال كتير كتير. أنا التقيت مع كتير شباب وصبايا في عمل المراهقة، فكانت أكتر شيء لما أحكي معهم إنه يا ريتك أمي، فأنا أستغرب إنه أنت قادرة تحكي معي ولما بحكي لك بتفهمي شو بقصد، فأنت كيف بدك تخليه جزء منه بطريقة مناسبة من غير ما تقعد تملي عليه شروطك. إذا بتطلع إذا بتأخر برا البيت ما ترجعش، طب ما ترجعش وين بدي أروح؟ بدي أروح على الشارع. صحيح. عرفت كيف؟ هو أنا بسألك مش ده بس عشان تفاصيل شخصية، ولو أن التجربة الشخصية مهمة جدا والناس بتستفيد منها، خاصة أن إحنا زي ما أنت عارفة للأسف دلوقتي بنعيش أعلى معدل للهجرة برا الوطن العربي يمكن من قرن أو أكثر كمان، يعني يمكن ما حصلش المعدل ده من أيام الهجرة السورية واللبنانية أيام الحكم العثماني. مزبوط. بالكثافة دي. وأول سؤال بيتسأل ودايما أكيد بتقابليه في نيويورك وفي أي مدينة، أنه أنا خايف على بناتي لما يكبروا، خايف على عيالي لما يكبروا فرجعهم الوطن وكذا. لكن ده كمان مرتبط بالأبطال بتوعك، يعني المقتطف اللي أنا قريته اللي هو مالك ورائد، دول من عائلات عربية. المشاهدات دي كانت هي البذرة اللي تبنت عليها، يعني لما بدأتي تفكري في كتابة الرواية بدأتي تجمعي التفاصيل ولا اعتمدتي على قصة في الذاكرة انت شفتيها؟ هاي القصة بالذات مالك يعني أنا سمعتها وعرفت كيف وشفت شوي تفاصيلها، يعني لأنه هو متدلع من الأساس، يعني هو إجا من بلده متدلع كتير، وإجا في الفترة اللي لما أمه اختلفت وطلقت هي وأبوه. فصحيح هم من دمشق بس هم في منطقة دارية، منطقة فيها تعصب شوي، فهذا الولد حتى الناس اللي قراب له إذا حاولوا يعزوه أنه أمه مثلا تركت أبوه أو طلعت بفضيحة من المنطقة اللي هم فيها كانت فيها نغز، يعني الحكي كان مزعج، فهذا كله عمل عنده عقد. طبعا رفض أمه لما راح هناك، الولد الأب متزوج مش فاضيله فبيعطيه مصاري اطلع اطلع. فقد طبعا اكثر شيء بده يروح للانحراف المخدرات والشرب والبنات، عرفت كيف، وصحبه السوق. فلما كانت يعني هو هاي البنت كانت صديقته، ما كانش عنده اي مشاكل معها، هو يفتح لها قلبه ويحكي مشاكله وهي تحكي له مشاكلها. فالقصه انه من تاثير اصحابه تصرف هيك، مش حاسب انه هو لهلا مش مستوعب انه هو في بلد زي امريكا الاغتصاب قرارها مختلف، وقعها على المجتمع مختلف تماما. صحيح. مش زي العربي. ودي المفارقة، انه برغم انه هو جاي المفروض من المجتمع اللي بيحافظ على الشرف والاخلاق، لكن قضايا الاغتصاب هناك بتعامل انه المغتصبة هي السبب، مش الشرف. بلدنا الشرف ما مختصر على البنت، رجل احنا ما عندوش، يعني ما بعرف انا شو تفسير الشرف بالنسبة للشباب عندنا في بلادنا. ما في عربي ما بيفتخر في عدة علاقاته النسائية، بيحكي فيها بوضوح قدام أي حدا، وبعدين أصلا إذا ما عندوش كانت علاقات نسائية متعددة بيخجل، حس حاله إنه في شيء غلط في حياته، فيختلق لنفسه. لازم يختلق. فهو بالنسبة عشان هيك إحنا نسبة التحرش عالية، لأنه هو حاسس حاله مالك الشارع،
مالك الدنيا فيش قانون بيحاسبه. وصار عادي إذا إجت يعني تحرش بثلاثة أربعة بالطريق الشباب التانيين بيضحكوا له. كان زمان الناس تقول له عيب، هلا ما حدش بيقول له عيب، بالعكس يعني انت صار حقك. يعني احنا عم نشوف قديش نسب التحرش في بلادنا مرتفعه جدا، يعني مزعجه. فنفس الشيء الاغتصاب، يعني هي اللي بدها تدفع الثمن، هو ما راح يدفع ثمن. صحيح. من الامور الملفته في الروايه انه دايما عندنا فكره التعامل مع وضع المراه انه في ظلم او قمع او كذا، دايما عندنا اما في الارياف أو في المناطق القبلية أو البدوية أو المناطق الفقيرة في المدن. الجديد يمكن في الرواية بالنسبة للشخصيات أنه العائلات كلها عائلات مستريحة ماديا وفي مدن وفي أحياء راقية متنوعة يعني، بينما بنلاقي أنه سندس البطلة بتتجوز وعندها 13 سنة تقريبا أو 14 مظبوط 14 سنة. يعني هل ده شائع في الـ في الـ في الطبقات دي في المدن؟ كان في فتره من الفترات اللي هم بالسبعينات في دمشق بتجوزوا بهذا العمر، بتجوزوا 14 سنه و15 سنه، لانه احنا في مصر حتى في الوقت ده ما كانش فيه، يعني ما كان موجود. من الخمسينات كان بيبقى يعني مثلا ممكن يبقى 16 18، انما مش للدرجه. فهل ده في الوقت ده كان شائع؟ كان موجود وشائع وكتير. يعني أنا كتير من الجيل بعرف الستات اللي هم عمرهم هلأ بالخمسينات وبالسينات الستينات تزوجوا بهذا العمر، لأنه ثقافة. تمام. ثقافة يعني في مجتمعات كتير محافظة بالمدن الكبيرة، مثلا بدمشق لو حكينا البنت ما بتشتغل، كانت عندهم ما بتشتغل. يعني عرفت كيف؟ فهو الزواج، والزواج من حدا بتناسب معها ماديا، بتناسب معها كعيلة، وهي وحظها. يعني في ناس حظهم كان كويس كتير ورجل كان كويس وعاشوا حياة. في ستات بعرفهم كمان كملت تعليمها وصارت شغلة في المجتمع. في ستات نصيبهم كان سيء، ولما بيكون سيء فلازم تسكتي. صحيح. أنا عايز أقول معلومة ممكن تبقى مهمة للمشاهد، لأنه عايز أوضح أنه مش بس ده معتمد على الرواية، رواية سندس أو رواية حياة بعد الموت برضو اللي هنتكلم عنها، ولكن لأنه أنت اشتغلتي لفترة 5 سنين تقريبا في مجال الخدمة الاجتماعية في الأردن. فبعد فصل قصير هسألك عن أهم اللي أنت شفتيه أو استفدتيه كإنسانة في هذه الفترة، ثم بعد ذلك انعكاس ده على الأدب. فاصل قصير وهنكمل حوارنا مع الروائية الأردنية الأستاذة رولا صبيح ورواية سندس ورواية حياة بعد الموت. ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم، بنكمل حوارنا مع الروائية الأردنية الأستاذة رولا صبيح. كنا حاضر. يلا 1 2 3 استكمال الجزء الأول من حوارنا مع الأستاذة رولا صبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ستارت. أهلا بحضراتكم، بنستكمل حوارنا مع الروائية الأردنية الأستاذة رولا صبيح، وكنا بنتكلم عن روايتها الأولى سندس، واللي بتتكلم حوالين أوضاع المرأة. وطبعا هنتكلم عن فنيات الرواية، لكن الجزء اللي ليه علاقة بالوضع الاجتماعي زي ما كنت بقول لحضرتك قبل الفاصل، أنه أنت اشتغلتي لمدة 5 سنوات في مجال الخدمة الاجتماعية في الأردن. دي تجربة مهمة، وعلى فكرة كثير من الكتاب المهمين يعني عندنا في مصر أعرف كذا اسم اشتغلوا الأول في مجال، لأنه مجال يتعلق في الأول بحكايات الناس. أنت بتشوف الناس المادة الخام، وبتشوفهم حتى مش كأنك صحفي فممكن يقلقوا منك أو يجملوا لك الحقيقة. بيبقى في نوع من أنواع الارتياح، فبيدوك اللي جوه، يعني كأنه نوع من أنواع الطب النفسي يعني، حتى اللي احنا مش بنعترف بيه للأسف غالبا. صح. كعرب ممكن تكلمينا شوية عن التجربة دي؟ لما اشتغلت في المجال الخدمات الاجتماعية كنت أكثر شيء احنا بنحكي عن تنظيم الأسرة. فطبعا تنظيم الأسرة، وكنت أشتغل في خارج عمان، فتقريبا أنا رحت على كل المحافظات في الأردن. كانت الفكرة طبعا أنك تنظيم الأسرة من ناحية أول شيء حرام، نوصل لمستد حرام، فبصير انه نطرح لهم على موضوع تباعد الاحمال وهالقصص هاي. بس هذا الحديث كان طبعا انت تسمع مشاكل اجتماعيه كثير، منها انه مثلا هي تكون تحب شخص بس ما بتقدرش تتزوجه، فبتضطر تتزوج واحد ثاني انه ابن عمها ابن خالها. الخيانه، يعني جوزها بيخونها، بترجع البيت بتلاقي في حدا في البيت او خيانه، ولما بتجي بتحكي مع اهلها انه هذا شاب في اول عمره طايش
بكره بصير بدك توقفي له على الوحده، في ناس بتعمل اكثر من هيك، يلا خلاص صار عندك ولد. هاي القصص بشكل مستمر انه في دائما تبرير لخطا الرجل. الاخ كمان في تقبل الزوجه الثانيه، في كثير في اماكن كانت الزوجه الثانيه يعني مقبوله، وكانت في اوقات تكون السيده متعلمه. يعني حتى كان الثقافه بالعادات والتقاليد اقوى من تاثير التعليم علينا. كان احس انه مشكله يعني تيجي وحده انه بدي يتزوج عليها زوجها جايبها وحده من يوغوسلافيا من البوسنه والهرسك، فهي انه متقبله الفكره وعم تجهز له البيت. فمني مجرد سالتها انه يعني كيف ظابطه معك، كثير تضايقت مني، يعني اعتبرت انه بلشت تعطيني احاديث وانه هذا حقه وانه هذا شرعه وهي اختنا في الله. طيب اوكي انا هذا ما عندي مشكله فيه، بس انه انت كانسانه كيف قادره تتقبلي انه شو السبب انه طيب الزواج مسموح في له اسبابه وفي له تبريراته بس مسموح بشكل مطلق. فهذا طبعا كله من تاثير العادات والتقاليد. يعني والمشكله ان هم بيخضعوا للنص الديني في اطلاقه، وبتختفي المشاكل الاجتماعيه تحت السطح وبعدين فجاه تيجي تنفجر، فما بينفعش النص ساعتها. يعني بيدخلوا في مشاكل. طب وحكايات اللي بنسمعها كتير عن فكره جرائم الشرف او ما يطلق هذول مرتين انا مرتين يعني شفتهم هذول. انه في وحده كانت طبعا اوقات في مشاكل الشرف اوقات على فكره بسبب الانمرسه، بسبب مشاكل في البيت، فاسهل شيء يعني انت ممكن تتهم حدا في شرفه. اوقات يكون سفاح، يعني في حدا بيعتدي عليها من العيله مش من برا. طبعا هذا كله ما بينحكى عندنا في مجتمعاتنا العربية. فأنا وحدة كانت متهمة إنها بتحب واحد وبدهم يزوجوها واحد تاني، فإجا أخوها من جوا المركز اللي إحنا بنشتغل فيه وأخذها. ما حدا بيقدر كان فترتها يعمل له إشي. يعني هالفترة بالتسعينات أنت عم تحكي ما كان حدا حتى القانون معه. هلا اختلف الوضع في الأردن، صار في حماية الأسرة، صار في اختلف القانون، اختلف كتير. بس في مجتمعات يعني بتكون ريفية تصرفه مقبول ولازم يعمله. لو ما عملش غير هيك بيكون هو كل العيلة بيصيبها العار. طب وبتحسي انه بعد ما انت طبعا بتسافري الاردن كتير؟ بسافر كتير وليكي علاقات واصدقاء. تحسي ان الوضع في السنين الاخيرة بعد المسافة دي اللي هو 15-16 سنة اتغير اتحسن، ولا لسه عندنا القدرة على ان احنا نحمل نفس الامراض الاجتماعية حتى في قلب المدينة؟ اتغير في عمان. ما انت المشكلة انه احنا عندنا كثير طبقات في بلادنا العربيه، فالشرائح يعني بتحس التغيير في شرائح معينه، شرائح اللي هي مرتاحه مثلا ماديه متعلمه، في تطور. بس في شرائح كثير في تاثيرات حتى يعني الاردن مش منفصله عن البلدان اللي حواليها. صحيح. يعني تاثير التيارات مثلا المتعصبه الدينيه المتعصبه هاي لها تاثير زي ما لها تاثير في اي بلد عربي لها تاثير في الاردن. طيب اوكي، والمشكله تاثير التدين، انا ما بقولش الدين هذا عنه. صحيح. ابدا اوكي، بشكل كثير مغلوط ودائما بيجي على راس المراه. انا مش عارفه ليش دائما التدين بيجي على راس المراه، هذا مش قادره افهمه. يعني هي لازم تتغير حياتها، وهي اللي تتغير سلوكها، وهي اللي تتغير طريقه لبسها، بس الرجل ما بيصيرش عليه اي شيء، بالعكس حقوقه عم تزيد، حقوقه عم بتزيد. اوكي هلا لما بتقعد مع الست لحالها بتحكي لك تقول لك، بس لما بيكون في مجتمع بتقدرش تحكي. وما زال يعني قدنا بنحكي بنطلع في الإعلام بنقول مش موجود، لا هو موجود، موجود كثير. بالتالي الخبرة الاجتماعية اللي انت شفتيها وفكرة الملاحظة، لو جالك حد بيقرأ الرواية وقال لك يعني انه معقولة سندس ترجع في بيت وهي لسه متجوزة تلاقي جوزها جايب واحدة في الشقة وبيتعامل معاها ويضربها وكذا وبتاع، موجودة، بتشوفي ده وبتسمعي؟ موجودة طبعا، في كتير قصص. يعني أقصد ما هواش اختيار فني عشان زيادة الجرعة الدرامية أو كذا. من فترة كنت بالأردن وكنت عم بدرب، أنا بدرب كمان مهارات شخصية، فكنت عم بعمل المحاضرة فبنت داخت، ما بنسى منظرها، وقعت على الأرض. فطبعا صحيناها وقعدنا، فصارت تبكي بكى هستيري. فكانت انا اللي انصدمت، الجرأه اللي حكت فيها، كانوا شباب وبنات موجودين ومجموعه يعني زملائها، مش حدا مش حتشوفهم بعد هيك. فقالت انه متزوجه جديد، هي طالبه بسنه ثانيه او ثالثه، انه رجعت مضطره هي تروح على مدينه عشان تدرس في الجامعه،
وبتقعد في بيت أهلها وزوجها في قرية. فرجعت على البيت زوجها بيخونها مع واحدة. عرفتي كيف؟ وطبعا هذا الموضوع لازم تتقبله وخلاص ونزوة وبتروح يعني وبتنتهي مش بداية حياتكم وبتغيبي عنه كتير. أنا مش عارفة هاي قصة بتغيبي عنه كتير تقعدي بالعشرة أيام عند أهلك فعنده هو ومش صار مهتمية فيه والكلام ده فيه. طيب في الجانب الآخر في تطور شخصية سندس الدرامي قررتي إنها تاخد قرار يعني صعب جدا بالنسبة لمجتمعاتنا انها فترة تعيش مع راجل من غير جواز. وجود ده في الواقع العربي نادر اكيد بس ده برضو كان ليه علاقة بالواقع ولا لا؟ بالواقع هي بتحس اذا بتتذكر في مقطع هي بتكون بتحكي مع يعني لما بتشوف هذا الشخص وبتتركه وبتطلع بتصير بتحكي مع كل اللي ظلموها. صحيح. يعني انتوا اتهمتوني كتير انه انا تصرفت هيك وانا دنست شرفكم وانا هيني عملت هيك. فهذا طبعا هي صار اكيد عندها صار عندها اختلال نفسي كمان. يعني حتى لما بتكون انت بدنا نقول انسان يسوي كرد فعل يعني رد فعل طول الوقت كان ممكن تاخذ خيارات ثانيه في حياتها. صحيح. وانت اخترتي انه شخص انا مش عايز احرق شخصيه خالد يعني لكن انت برضو برغم ان هو يبدو في بعض في مقاطع الرواية ان هو فارس الاحلام المنتظر لاي مرأة في الحالة دي لكن قررتي برضو ان هو في لحظة الازمة ما يبقاش مقاتل وانه يبقى عنده جزء من الانانية الانسانية او حب التملك انه كتير نزعلوا مني عشان خالد فبالتالي ده احبط بعض كتير القارئة. بس هو الحقيقة انه في طبعا انا شايفة هاي الشخصية يعني اللي حطيتها في سندس بس هو سعيد معاها بهاي الشخصية لحالها هو مبسوط عليها وحبيبها هيك بدون مشاكل بدون مشاكل يعني بدون ما توجع له راسه وبتهدش أولاد وابنها ومشكلة لا عندك خيار. فطبعا هو أول ما اختلفت وياه أنت سمعتي كلام سليم طليقك وبدك تروحي لعنده وخلص بدك تنفذي طلباته بس ما بده مشاكل. صحيح. هاي مشكلة هاي أنا يمكن الرسالة أكثر إشي للسيدات اللي يعني لما بتتزوجي اختاري صح لأنه بدهم يجوا أطفال هم بده يكون الضحايا والزوج الثاني مش راح يصير أب. صحيح. وبالتالي لو كان القتال اللي قتلت عشان سندس مبكر قوي في الوقت اللي هو بدري كان ممكن يوفر عليها. عايز أقول إنه الرواية يمكن إحنا وكنا اتكلمنا قبل كده في إحدى الحلقات حوالين إنه أنت عارفة في الأدب الأمريكي أو في الأدب العالمي بشكل عام فيه اهتمام بفكرة الجنر أو النوع. إحنا عندنا الرواية اللي هي الأفضل هي اللي لازم تبقى الرواية عن الذات أو الرواية اللي هي ممكن تبقى فنياتها عالية أو ملحمية أو كذا. روايتك بتنتمي لنوع هنا رائج جدا وبيكسر الدنيا وليه مسابقات وجوائز خاصة بيه الرواية الرومانسية أو اللي فيها نوع اجتماعي رومانسي شوية. هل أنت اطلعتي على يعني كان ليكي قراءات في الفرع ده لأن روايتك التانية مش كده يعني حياة بعد الموت وده شيء يحسب لك كاتبة أنه في تطور واختلاف وحتى جرعة الرومانسية في حياة بعد الموت مش موجودة أبداً مش موجودة خالص يعني هي رواية اجتماعية ولكنها يعني مش كئيبة لا يعني أقصد ما فيهاش واقعية كتير واقعية هنا في نوع من أنواع الحلم يعني حتى حتى لما بتحصل مصيبة بنشوف إنه في مخرج ممكن يكون حالم. هل قريتي كتير ولا التزمتي بالقصة اللي جواكي؟ هلا يعني أنا حقيقي بعرفش مثلا لما أنت بتكتب يعني أنا من الناس اللي ما بعرفش أقول لك أنا منتمي لمدرسة حدا أو كتير ضد إني أتصنف ضمن مدرسة معينة. هلا طبعا قرأت كتير يعني أنا وكانت بالنسبة لي تأخرت في الكتابة بعتبر حالي لأنه بحس الكتابة مسؤولية كبيرة مسؤولية يعني إنك تكون قادر تكتب وتطلع إشي تكون أنت على الأقل راضي عنه لو 50-60% عرفت ومقتنع فيه ولا لا. فبس إنه أنا حاسة إنه هاي القصة يعني مجريات الأحداث فيها بتنكتب بهاي الطريقة فبالتالي مش مركزة في النوع نفسه لا في الحدوتة لأنه أنت عارفة النوع ده كان في وقت من الأوقات عندنا في الوطن العربي حسين عبد القدوس ومحمد عبد الحليم عبد الله ويوسف السباعي كانوا هم ملوك وطبعا هي الرواية فيها إمكانيات درامية رهيبة أنا كسيناريست يعني ممكن يطلع منها مسلسل حلو أو فيلم كويس جدا
فبالتالي انت ما كنتيش مركزه في ان الجنرا في الحدوته نفسها. حلو جدا. طيب في الجزء الثاني في الاسبوع القادم هندخل في حياه بعد الموت والنقله دي من فكره ان انت تحكي عالم فيه تفاصيل رومانسيه الى عالم اوسع شويه وفيه شخصيات كثيرة والهم السوري اللي هو هم إنساني لكل اللي عنده ضمير في العالم. فأستأذنك أن احنا نكمل الحوار عن هذه النقطة في الأسبوع القادم بإذن الله. فاصل قصير ونكمل فقرات حلقتنا من عصير الكتب. ابقوا معنا. محمد حسين هيكل الذي رحل عنا مؤخرا كاتب إشكالي كبير بالطبع، أطلقت عليه عدد من الصفات، هو الكاتب المحلل والمؤرخ والمتابع وكاتب التقرير والمخبر الأول والصحفي الأول وهكذا. وبالطبع لم تكتب عنه صفات فقط لغير، ولكن كتب عنه روايات كاملة مثل رواية فتح غانم أو جزء كبير جداً من رواية فتح غانم وهو شخصية يوسف عبد الحميد السويفي في الرجل الذي فقد ظله. أيضا هناك رواية لإحسان القدوس اسمها ثم غربت الشمس، هذه الرواية أيضا يقال أو أشيع أنها عن سعود محمد حسين هيكل. بالطبع أن سعود محمد حسين هيكل الذي كان يتقن الإنجليزية ولكن مؤهله كان دبلوم تجارة، سعوده كان صاروخيا في أواخر الأربعينيات عندما التحق بصحيفة التي كان يصدرها إدجار جلاد، ثم كان يكتب تحقيقات وتقريرات. من أوائل ما كتب محمد حسين هيكل في عام 1944 عندما تعرض الملك فاروق في حادث شهير اسمه حادث القصاصين، فكتب مقالا ليس مادحا وليس قادحا ولكن مقالا موضوعيا، مقال موضوعي، ولكنه لم يستطع أن يفلت من المديح الذي كان يكال على الملك فاروق، وده عام 1944 وكان هيكل أنذاك عمره 20 عاما. بعد ذلك تطورت العلاقة وارتبط بمحمد التبعي وتتلمس بشكل كبير جدا على يد محمد التبعي، ولكن نشأ بينه وبين الأخوين مصطفى وعلي أمين نشأ صراع ما، رغم أنه عمل معهم في جريدة الأخبار اليوم ثم الأخبار ثم تولى رئاسة تحرير مجلة آخر ساعة في مطلع الخمسينيات، وكان في ذلك الوقت ثورة 52 كان بارعا في التقاط الأخبار الصحفية. قبلها بقليل أصدر أول كتاب له وهو إيران فوق بركان، هذا الكتاب الذي لم يعد إصداره مرة أخرى، ربما لأنه في الكتاب يغطي أحداث إيران وثورة مصدق في إيران، ولكن محمد جلال الحمامصي الصحفي الشهير الصحفي الأكبر يقارن بينه وبين موسى صبري منافسه أيضا الكبير منافس محمد حسين هيكل، يقول أن موسى صبري غطى أحداث إيران بمهنية شديدة جدا، ولكن محمد حسين هيكل غطى أحداث إيران، التقط صفحة من هنا والتقط خبر من هناك، رغم أن هيكل في الكتاب له صور موجودة في إيران. عندما ترأس تحرير مجلة آخر ساعة كما فعل مع الملك فاروق كان يفعل مع السلطة آنذاك، فهذه المجلة التي يرأس تحريرها كانت تنشر طبعا في متنها وفي داخلها صورا لقيادات الثورة، وهذه مثلا أحد التغطيات الثورية وهي تنشر صورا لأعضاء مجلس قيادة الثورة وهم يلعبون ألعاب القوة، خالد محي الدين وصلاح سالم، وده في 53 المجلة. في نفس الوقت هذه الصور التي تظهر قوة مجلس قيادة الثورة كان ينشر أيضا صورة الرئيس محمد نجيب، وهذه صورة نادرة أيضا لجمال عبد الناصر وهو في الجامع الأزهر، بالإضافة لذلك كان ينشر صورة الرئيس محمد نجيب وهو مع طفلة. هذه الصور النادرة صور ناطقة أيضا لكيفية إدارة محمد حسين هيكل لمجلته آخر ساعة آنذاك. بالطبع تطورت عملية التجويد في الآلة الصحفية حتى أن أصبح أحد رؤساء
جريدة أخبار اليوم وبدأ ينشر يومياته. طبعا كان يتميز بأسلوب أدبي رفيع المستوى وكان قارئا ممتازا، إلا أنه بدأ يصارع مصطفى أمين على وجه الخصوص وكثيرا من الصحفيين أنذاك في الاقتراب من السلطة، حتى قيل بأنه هو أحد كتاب الوثائق الأساسية لثورة 23 يوليو منذ الدستور، فالميثاق الذي قيل أنه أحد المساهمين الكبار في سنة 1961 أصدر كتابا مهما جدا بعنوان أزمة المثقفين، أيضا لم يعد إصداره. وأنا بعتقد أن عدم إصدار هيكل لكتب الأولى لكي لا تتعرض مرة أخرى للانتقادات وهكذا، رغم أن كتب الأخيرة مثل كتابه عن حرب أكتوبر، مثل كتبه عن ملفات السويس، كانت دار الشروق تعيد إنتاجها مرة بعد مرة. بالإضافة لذلك هناك أيضا تغطية الأحداث السورية في ما الذي جرى في سوريا، وهو تغطية صحفية مهمة جدا، وكتاب لا صاحب الجلالة والاستعمار لعبة الملك، حتى أن احتدم الصراع بينه وبين مصطفى وعلي أمين بشكل قوي جدا. واعتقد انه احد المورطين الكبار لمصطفى امين او الداعين الكبار للقضيه التي اتهم فيها مصطفى امين كجاسوس. وبالطبع بعد ما كان تلميذ في مدرسه وفي بلاط صباح الخير، بدات مدرسه او نظرة محمد حسن هيكل تعمل بقوة في الصحافة المصرية، وبدأ بعد ذلك في أواخر الخمسينات 58 تولى رئاسة تحرير الأهرام، وبدأت أسطورة الجريدة تعلو في العمل الصحفي، في احتكار الخبر، في احتكار الكتاب الكبار، في الاقتراب من السلطة لدرجة أن بعض الصحفيين تمردوا. ولكن في أوائل الستينيات كان قد نفذ السهم وقضي على ملكية أخبار اليوم لمصطفى وعلي أمين، ثم أطيح بمصطفى أمين وعلي أمين. مصطفى أمين دخل السجن وعلي أمين سافر إلى لندن، حتى يقول هذا ولكن من وجهة نظره في كتابه بين الصحافة والسياسة. بالإضافة لذلك طبعا كتب كتب متعددة تاريخية في ذات اللحظة، حتى أن وقع صدام بينه وبين السادات بعد رحيل جمال عبد الناصر، ولكنه انتظر حتى أن يرحل الرئيس محمد أنور السادات ككتابه خريف الغضب، وهو عن محمد أنور السادات. وهذا الكتاب مكتوب بلغة غاضبة وربما لغة انتقامية إلى حد كبير، فبدأ ينبش في تاريخ أنور السادات القديم الذي لم يتحدث عنه إلا بعد رحيله. وهذا الكتاب أثار عددا كبيرا جدا، ليس من المحبين للسادات أو الكارهين لمحمد حسن هيكل، ولكن محب الحقيقة إلى حد كبير أو متصيد الأخطاء، لكن نستطيع أن نقول مفكر كبير مثل الدكتور فؤاد زكريا كتب كتابا رد فيه على هيكل بعنوان كم عمر الغضب، هيكل وأزمة العقل العربي، وتحدث عنه بأنه لماذا صمت كل هذا التاريخ حتى ينتظر أن يرحل السادات بهذه الطريقة الدرامية التي عرفناها ليكتب كتاب خريف الغضب. بالإضافة لذلك أيضا صدرت كتب ربما تكون هامشية، هيكل المملكة والظل والتاريخ، بصراحة عن هيكل، التراجع الضعيف أم انتقام الأرشيف، لأنه محمد الدكتور فؤاد زكريا تحدث عن محمد حسن هيكل بصفته أنه مالك الأرشيف ومالك الأخبار ومالك الوثائق، فهو قادر على التفتيش وعلى إعلاء من شأن خبر أو من شأن وثيقة وإخفاء وثائق أخرى، كما قيل أن وثائق كثيرة جدا من 18 سنة التي كان جمال عبد الناصر رئيس مجلس الوزراء ثم رئيسا للجمهورية في 54، محمد حسن هيكل كاتب كبير وسيظل ملغزا إلى حد بعيد في الفترة القادمة. أهلا بحضراتكم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عصير الكتب وفقرة كتاب الأسبوع. بنكمل برضو في الكتب الممتعة والروايات الممتعة. طبعا حضراتكم اللي كان
وقع في سحر الواقعية السحرية والأدب بتاع أمريكا اللاتينية اللي هو أشهر رواية عندنا 100 عام من العزلة، وأدب الواقعية السحرية لكتاب من تشيلي والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وغيرها من هذه الدول، وأرى كل المترجم إلى العربية اللي عملوا ناس زي أستاذ صالح ألماني وغيرهم من مترجم الأسباني ومحمد أبو العطا ويعني أسماء كثيرة من مترجم الأسباني ورفعت عطفة وغيره، مش عايز أنسى أسماء، وأجيال أحدث من بعد كده، هيلاقي عنده رواية واقعية سحرية بس من حتة تانية خالص في على الخريطة اللي هي أندونيسيا، ورواية اسمها الجمال وجرح لكاتب اسمه إيكا كورنياوان، صدرت عن الكتب خان بترجمة المترجم القدير أحمد شافعي، واللي برضو من الأسماء زي ما بنتكلم عن أسماء كثيرة اللي هو لما تلاقي اسمه على كتاب اضمن لنفسك المتعة والأهمية والفائدة الحقيقة. ودايما بنصح بقراية مدونته الرائعة سواء ترجماته أو مدونة القراءات الشعرية اللي بيعملها، ليه مدونتين. الرواية دي ساحرة طبعا، هو بيفرض ماركيز نفسه، جابرييل جارسيا ماركيز الأديب الأشهر في موضوع الواقعية السحرية، بيفرض نفسه من الأول، وعشان كده يمكن في الترجمة اللي أنجزها أحمد شافعي عن ترجمة أني تاكر إلى اللغة الإنجليزية بيتكلم عن بلدة هاليموندا اللي هي بتدور فيها الأحداث، واللي هي شبه بلدة ماكوندو في رواية 100 عام من العزلة، وبيقول عن الإشارات والتقاطعات اللي ما بينهم. لكن لو أنت عندك بقى في الصيف وزهقان وعايز تضمن أيام من المتعة وتمزمز كده، أو تقرأ تاخد رواية اللي هي ما تقدرش تسيبها إلا لما تخلصها في يومين أو ثلاثة، فدونك هذه الرواية، ودي الرواية دي هي طلبك الحقيقة، هي رشحت طبعا لجوائز كثيرة، والروائي بتاعها مواليد سنة 75، دارس فلسفة وكاتب رواية وقصة ومقال وسيناريو سينمائي، ووصل أول كان أول كاتب يصل إلى القائمة الطويلة لجائزة مان بوكر سنة 2016، والحقيقة أتمنى أنه يتم ترجمة روايته الثانية الرجل النمر. وتقعد ساعات وانت تقرأ الرواية دي تقول الله التفصيلة دي حلوة، بس يعني طب ما البطل مات خلاص ضاعت، تبص تلاقي كمان 100 صفحة البطل ده ابنه أو حفيده أو حد من قرايبهم أو حد كان يعرفه أو جندي كان في الكتيبة اللي هو كان قائدها بيلضم الخيط، وتلاقي نفسك مع نهاية الرواية وصلت إلى لوحة مدهشة بيقدم من خلالها تاريخ أندونيسيا اللي هو تاريخ عجيب جدا، احتلال من الهولنديين وبعدين غزو من اليابانيين وبعدين تحرير بعد انهيار التحالف الياباني الألماني وبعدين الدولة الوطنية وبعدين سيطرة الشيوعيين وبعدين المذابح اللي حصلت للشيوعيين، واللي يمكن حضراتكم شاف فيها فيلمين من أهم الأفلام اسمه The Look of Silence وفيلم آخر كانوا الاثنين اترشحوا للأوسكار عن أفلام تسجيلية عن المذابح اللي حصلت للشيوعيين وإزاي اتقتل 1,000,000 مواطن بفكرة ان هم شيوعيين واهدرت حقوقهم بدعم من أمريكا ودعم من المخابرات الأمريكية ومساندة وغطاء دولي من الدول الغربية. فبتيجي تشوف إزاي كل هذا التاريخ بيتبدى من خلال رحلة سيدة وبناتها، ومش عايز أحرق طبعا تفاصيل الرواية لو أنها من الروايات الحلوة اللي ممكن تقعد تقول مثلا زي ما تشوف 100 عام من العزلة أقول لك فاكر الحتة اللي الست فيها طارت إلى السماء مع الهدوم اللي بتغسلها ومش عارف إيه، هي مليانة بقى حاجات من النوعية دي وقصص اللي ينفع تحكى على حدة لكن لا تغني عن القراءة الكاملة للرواية، رواية الجمال وجرح للروائي الأندونيسي إيكا كورنياوان، ترجمة أحمد شافعي عن الكتب خان، وهي اللي بنرشحها تكون كتاب الأسبوع. وبنختم بذا كلامنا في هذه الحلقة، وأشوفكم بإذن الله الأسبوع القادم في عصير الكتب.